لاحظنا انه الناس ما تعرفوش ياكلوا، بدليل واحد عنده السكر وتمشي ياكل لك الفريد، ياكل لك ماكله، ياكل الخبز ديال الفرس، وياكل لك الماكل ديال المعلبات. هذا ما فهمش على انه العروق ديالو راهم تيلعفوا وتتراكم فيهم مواد اللي ما تقدرش تدوز الجسم ولا تخلص منها الجسم. بدليل تتلقى من بعد 3 سنوات ممكن 5 سنوات العوينه تضعفوا، الكلاوي تضعفوا، والبنيه تضعف، بنادم تبدا تضعف. واش هادو ما فهموش على ان خصو يتعلموا ياكلوا 100%؟ فاذا صفر بقايا مازال ما بغاو يفهموا. وما فهمتش انا الخطاب ديال مجموعه الاطباء تيقولوا لهم كلوا كل شيء ما كاين مشكل. واش هذا فهم؟ علما انه اللي تيضعف العروق خصوصا من السكري اللي العروق تيضعفوا، عندك المواد الحيوانيه، بدا بالحيوانيه اللحوم الحمراء بالخصوص اذا كانت هرمونيه، والبقري اقبح اللحوم الحمراء. زيد عليها الدجاج الرومي والبيبي اللي فيه هرمونات اللي تضعف القلب وتضعف العروق تاع العروق القنوات الدمويه وتضعف الكبد. وشكون هو الكبد؟ هو من الاعضاء اللي تتنظم السكري داخل الجسم. اذا الى اين يبقى هذا الجهل؟ وعلماء التغذيه تيتكلموا بشكل واضح، حضيو راسكم الكبد راه تيتكرفس مع اي اكل، حضيو راسكم من القنوات الدمويه تضعف. وهنا في الانسان تبدا تتصاب مشاكل. جا الوليدات عندنا، من وليد عنده 11 سنه في تطوان والله يحفظه، من 4 اشهر حتى 5 شهور استطعنا بفضل الله اننا نتغلبوا على السكري، والطبيب هو اللي حيد له الانسولين. دليل على انه الى اطباء ما علمتيهمش فقط سيروا معهم الطريقه اللي تيقولوا لكم وفاجئوهم بعد ما تتبعوا هذا النظام الغذائي اللي غادي نعطيكم. وكثير من الناس اللي تبعوا النظام الغذائي استطاعوا يخرجوا من الانسولين، وعندنا المئات اللي خرجوا من الانسولين دابا تعيشوا حياه عاديه. وهذا دليل على انه التغذيه محور في علاج السكري. اول ماده غنركزوا عليها او ممكن انها تكفي الى احترمنا الاحترام هو زيت الزيتون على الريق. هذا الوليد اللي 17 سنه هو تيعاني من السكري، ممكن اليوم عنده 20 سنه، ممكن عنده 25 سنه، حنا نمشيو حتى 30 سنه ما عندناش مشكل. زيت الزيتون على الريق تكون حره بلا ملحه، تتاخذها ساعتين قبل الافطار، تتقوي القنوات الدمويه، تتقوي القلب. كثير الناس عندهم الكلاوي عيانين خرجوا من الفشل الكلوي، كثير الناس عندهم الكبد عيان خرجوا من التشمع الكبدي. واحد جاني من بوسطن البارح، من بوسطن من امريكا الشماليه، ملي تبع معنا خرج من ضعف النظر وخرج من ستياتوز اللي هو الكبده تتكون فيها الشحمه. دليل على انه الاطباء تفاجئوا ملي كان هذا العلاج بهذه القوه وبهذه الصرامه وبهذه الانتاجيه بهذه الافيكاسيتي بهذه الجوده. دليل على انه زيت الزيتون من ارقى ما يمكننا نستعمله في ضبط السكري، وتنحمي القنوات الدمويه وتتبقى الاوكسجيناسيون ديال الدم. الكبد مرتاح، البنكريا مرتاح، الكلى مرتاحين، حتى الدماغ تيتقوى ومرتاح، كلهم تيتعاونوا باش السيد اللي عنده السكري نتعاونوا معاه نقدروا نغلبوا على السكري. اذا زيت الزيتون على الريق. ثانيا كل الخضار الخضراء اللي يقدر السيد يتحملها ويعرفها ويستافد منها، خذها عصائر. هنا تنصح بزاف بالمعدنوس، عندنا حق في 100 غرام حتى 150 غرام في النهار، خضر مطحون ولكن خصنا نغسلوه بالماء ونشفوه في القتوب ديال القطن ونحاولوا نستعملوه بطريقه جيده. هنا تناخذوا عصائر قبل الاكل بالطبع بأربع ساعات حتى نص ساعه، ممكن نضيفوا الى التفاح، والتفاح مهم في مراقبه كثير من الاخطاء اللي كاينه في الكلى بحال الحجر او الكبد عيان، تنقدوا لي ترانزاميناز، او نتكلموا مثلا على العياءات الجسم اللي مول السكري تيعرفها بواحد الشكل كبير، وهكذا المناعه تترتفع بشكل كبير. ولما لا الكرفس اللي عنده التونسيون مزيانه، او البرو، او الثوم، او البصل، هذو كله خصنا نستعملوهم، كلهم اللي استعملوا الماء والبصل في السكري ارتاحوا راحه خاصه جدا. وعندي ناس خرجوا من السكري، لذا تنقولوا اكثر من 700,000 حاله سكري نجحت عن طريق زيت الزيتون على الريق والماء والبصل. 700,000 بمعنى ما كاينش المستعصي من الامراض بخصوص السكري. وهكذا يمكننا نعاونوا الناس عن طريق الخيار
عصير مع شويه المعدنوس، او معدنوس مع التفاح، الماء والبصل عصائر كلهم اساسيات. ثم الانسان يستعمل القطني طبيعيا طيبون في الدار، الفول الحمص العدس مع الثوم والمعدنوس وزيت العود، ويزيدهم شويه المرجان، وهكذا كاسلوب اولي تمكننا نتغداو بهذا الاسلوب. وما يخصنا خير اما المعلبات والمقلي، كلهم ناس فهموا على انه مصائب العالم وكلها ابواب للسرطانات وابواب مع الاسف لكل هذه الامراض اللي هي المقلي والمعلبات واللحوم الحمراء والدجاج اللي كاين في السوق. والغريب كاينين الناس تينصحوا الناس بالفورس، الطبيب الدقيق الابيض هذا جهل، وينصحوا الناس انهم ياكلوا السكر الابيض والملحه، هذا كله الجهل وقله العلم. والعلماء التغذيه تيتبرؤوا من هاد الناس اللي تيتكلموا هذا الكلام اللي تيقول كل شيء ما عنده علم، واخا يكون قاري 30 سنه في الجامعه، لانه ما فاهمش الاثار ديالها على الجسم. وتلاحظوا الناس كلهم اللي مشاو في هذا الطريق الخطا بقاو في الخطا، والناس اللي خرجوا من هذا النوع من التغذيه السيئه فقط بداو تيخرجوا 3 شهور الاولى كثير من الامراض ذات تحيد. والخفه والحيويه والشباب مهمه جدا، والسكري بهذه الطريقه ان شاء الله نتغلبوا عليه والله تعالى يخفف ما نزل.